بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية نترحم على كل الشهداء وعاجل الشفاء للجرحى وعودة حميدة للمفقودين والنصر لقواتنا المسلحة. جيناكم بفيديو جديد كامل التفاصيل حول موقف العملياتية في سنير والخرطوم وبحري ومصفى الجيلي وفي الجزيرة والفاشر والنيل الأبيض والصالحة وجبل مويا وبابا نوسة ومنطقة الزرق. لا تنسوا تعملوا لايك وشير على لايف اس 24 ليصلكم كل جديد. نمشي نشوف الميدان. اول حاجه الميدان ما شاء الله تبارك الله، احتمال الساعات الجايه الناس تفرح في منطقه ما، لكن لسه دعواتكم ربنا ينصرهم ربنا يثبتهم. ناس دي محتاجين الدعوات، محتاجين الثبات، محتاجين الدعم، محتاجين الوقفه. الآن الليلة الميدان ما شاء الله تبارك الله. أول حاجة نبدأ لك بحري، ناس بحري ذلك شغلهم من يوم ذاك، أنا قلت لك شغل مختلف، شغالين كتموتوا متقدمين في كل مكان، لافين في كل مكان، فيديوهات بترجع بتطلع بعد يومين ثلاثة أنت بتشوف. وأنا كلمتك قلت لك لو قالوا لك الإشارة والإطلاق وصدق ليه؟ لأنه ناس بحري شغالين بدون إعلام، بدون الناس تعرف، بدون أي حاجة شغالين ومتقدمين. وين مكانهم؟ والله ما عارفين نون، لكن عارفين نون والله بحري دي صايتنا صواتها، والله بحري دي قادلنا قد، والله من بيت لبيت ومن عمارة لعمارة ومن شارع لشارع ومن منطقة لمنطقة، والله شغالين في الجنجويد دي النفخ، ومعظم قيادة الجنجويد في بحري وفي شنبات دنيا زايلة. أمش راجع صفحاتهم بتاعتهم تحت الضعين وانت تشوف بعينك، تشوف الدنيا زايلة على الطريق الصح، وكلهم في بحري وفي شنبات وين وين وين. التحية لناس بحري ما شاء الله تبارك الله، ولا كلمة والله العظيم ولا كلمة. شغل مرتب، شغل جميل، شغل ممتع. احنا ما في داعي نعرف ولا بس احنا دارين نعرف الخطوط العريضة. الناس دي شغالة ما وقفت. مناطق كثيرة استلموها. حيدوا عمار، حيدوا غناصين كثير، أي حاجة فيه. كذلك المقرن في شغل قوي جدا. في لواء كامل دخل، في لواء يومين كلمتك قلت لك عندنا شغل جديد بهناك. ومن الصباح أمس كان في شغل وتدمير وعربات ودبابات وبل بل 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 تقيل. قلت لك بللون غايد بكتيبته بسريته بأي حاجة بلوه ودى دنيا زايلة. وشغالين الليلة اشتغلوا دق عنيف جدا، تقدمات كبيرة جدا، انتشار واسع، لكن وين ما معروف، وين ما معروف. انت احتمال مقياسك بنك السودان؟ لا انا ما بقول لك مقياسنا بنك السودان، المقياس ما بقى. الخرطوم دي واسعة وما أهلها، الخرطوم دي مليانة والمقرن دي مليانة عمارات، انتشار كبير جدا في العمارات. شفت يوم احتمال بنك السودان دي خلاه لهم بس كده في اخر حاجه، انت ما بتحدد انه بنك السودان دخلوه ولا مرقوا منه ولا طلعوا منه، لان دي معركه بتاعت غناصين، لازم تشتغل معهم بسلاحهم، ما تشتغل معهم بقوه متحركه، ما تشتغل بقوه في الارض، ما تشتغل بقوه مرئيه. قوتك لازم تكون مخفيه زي ما قوتهم مخفيه، انت قوتك تكون مخفيه. نفس السلاح اللي بيشتغلوا به تحاربهم به. تحركاتك ليل من عمارة لعمارة من سطوح لسطوح شغال معهم كده زي ما هم شغالين معك، لما تليهم هم حيصبروا، وانت بتكون بأكلك وبشرابك وماشي، هم ما حيصبروا، حيمشي تحرك حيجوا فزع، انت حتكون مسيطر. لكن دائما ما تدي الفرصة انه يلقى فيك ثغرة انك انت متحرك في الارض. لما غناصين يحاربوا لهم متحركات ارضية هنا اللي بينتصروا عليك، لانه الغناص ده ممكن يشوتك باي حاجه، ممكن يكون غناص بجرانيت، ممكن غناص ب ب ب باربيجي، ممكن يكون غناص باي حاجه لكن لازم تحاربه بنفس فهمه، بنفس الفلسفه بتاعته، من عماره لعماره اشتغل معاه، من عماره لعماره، لكن مجموعه كده انتشارات وعربات تتقدموا هناي، العربات ما في داعي لها، في شغل كويس، في شغل ممتاز، تمام، الوضع ممتاز. الشغل الثاني كان في صالحة من أمس بالليل والليلة،
طيران ردم عنيف جدا جدا جدا، رزع رزع رزع، ما رزع ساير، رزع بالطريقة الصح، رزع بالطريقة الصح، نفخ نفخ عجيب. من أمس بالليل شغالين في صالحة، الليل اشتغلوا فيها، دك شديد جدا، والدك ده ما دك ساهل، ده دك بتاع شغل تاني، يعني ده ما دك خلاص دقون، لا لا، في دك وفي شغل جاي، في دك وفي شغل جاي. الوضع ممتاز، ممتاز جدا جدا جدا. بالنسبة لناس عبد الرحمن في برا، الناس هناي بنقول لكم ارجعوا عبد الرحمن، مويتكم رجعت، كهربتكم رجعت، الناس تواصلوا معانا الليلة، حياة غير، فتحوا لنا الكاميرات، الدنيا حلوة والله. يتندم علي يوم قعدوا برا، اي حاجة رجعت، اي شيء رجع، وضع ممتاز جدا 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 جدا. ولا شفت تتردد ساي، تردد طوالي منطقتك الان، استلم الجيش ارجع طوالي، اي منطقة دخل فيها الجيش الناس دي شغالة كهرباء، شغالة موية، الله يدون العافية، امن ياجين ما شاء الله، كهرباء كهربائية بتاعين موية تصلح، نجار تلقى بصلح، هناي بيصلح، اي حاجة بيعملوها فعلا ما شاء الله تبارك الله، شغل مرتب، شغل جميل جدا جدا. البطانة شغل تمام التمام، اول حاجة استلمنا منهم 13 عربية في البطانة، ودقينا لهم كمية بتاعت عربات ما معروفة كم، ولسه شغالين في البطانة، احتمال محور البطانة ده ما وقف، محور البطانة ده ما وقف، شغالين في محور البطانة ليل نهار ما وقف. داق الناس دي دق شديد جدا جدا جدا، هون كل القوة حقتهم جابوها المناطق بتاعت البطانة، شفت القوة بتاعتهم الصلي كلها جمعوها حول تنبول، وفي تنبول والمناطق دي، وين وين وين، وبقت لهم دي المعركة المصيرية، دي المعركة المصيرية. الليلة ما شاء الله دقيناهم، استلمنا منهم عربات، ودقينا لهم عربات كمية، وعندهم دنيا زايلة كمية، حلة كوكو مسيرات، سبع عربات دي انجغمت بل فيها 18 ديل، وقت دنيا زايلة كم 30، ودون المستيفى، وفي احتمال ولا دي ما بينفعوا، ممكن يمشي تفنون احياء، لانه يدقوا بمسيرات نوع تاني فريد، حاجة روعة، في حلة كوكو، في حلة كوكو دقوا مسيرات، دقة كبيرة جدا 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 جدا، شغل مرتب، شغل موزون، شغل بالملي، ما شغل ساي. شفنا هناك نيالة، امس المطار بتاع نيالة، وشفنا منطقة بليلة، منطقة بليل، منطقة ما شاء الله، شفت بليل دي الجنجوي دنيا زايلة فيها أكثر من 200، المنطقة دي دنيا زايلة فيها أكثر من 200، أكثر من 200 جنجويدي مستنفر، جنجويدي مستنفر، الدقة مخزن والدقة معسكر بتاع جنجويد، وبهنا نيالة الدقة المخازن نزلت فيها ثلاثة طيارات، ثلاثة طائرات نزلت في المنطقة دي في الأسبوع الفات، الحاجات تجمعها كلها في المخازن، الطيران أخذ له ساعة دقاها، الطيران رجع شايل شنو، ودي الحاجة المحيراني، الطيران النزل في نيالة لما رجع ما رجع فاضي، حملوا له فول سوداني، والله العظيم يا جماعة الطيران النزل في نيالة ما رجع فاضي، يتحمل فيه فول سوداني، يعني الطيران جاب الزخيرة وجاب الحاجات دي ما رجع فاضي، حملوا له فول سوداني، الناس عارفينه شافوه بالعين، عندهم فول سوداني مخزن، ده الجديد لسه ما طلع، الفول السوداني المخزن كله ودوا له ورفعوه في الطيران، رفعوه في الطيران، الطيران ده قام من نيالة، لكن الحاجة جابوه والمسيرات اللي نزلوه المخازن، أبشرك دنيا زايلة، والجنجويد المحارسين دنيا زايلة، والصعاليق اللي لافين معاهم دنيا زايلة، والداعمينهم اللي بيشجعوهم بيقولوا دنيا زايلة. كذلك الليلة في صرف عمرة، صرف عمرة تقريبا نطق بتاعها بدون ضمة، صرف عمرة اتدقت، وفيها الفيديو حقها ظاهر، وفيها مدة جملة، وأي منطقة بدقها الطيران عنده استخبارات وعنده عارف نفسه بيعمل في شنو. شفنا مثل الفيديو جايب لك الراجل خدتنه تحت الحيطة، والمرة تحت الحيطة وراكدين،
يا اخي طيران يدقك تحت الحيطة والحيطة ما تقع، طيران يدقك قدام الحيطة وانت راقد تحت الحيطة والحيطة ما تقع، ده طيران شنو؟ احنا طيراننا بدق الحيطة وبدق البيت وبوقعه، الا انت كان ضربوك بطيران تاني، لكن طيراننا نحن بدق الحيطة وبدق البيت وبدق العمار وبوقعه. اي كذبوا وقولوا ابكوا كوركوا اصرخوا تتبلوا ولا على كيفكم، تتبلوا كده تتجدعوا في الشوارع تبكوا بس وتصرخوا الحقونا 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 الحقونا، مما تلقى القحاطي بيصرخ تعرف الدويلة مؤلمة، اللي بتتعلم الدويلة الآن، الآن اللي بتتعلم الدويلة عشان الناس تكون عارفة، عشان كده شفت قدر ما تلقى القحاطي بيتألم وتلقى القحاطي بيصرخ وتلقى القحاطي هنا تعرف الضربة موجعة جات في الصميم، تعرف الضربة جات في الحتة اللي بتوجع، الحتة اللي بتألم، الحتة اللي بتخليهم يصرخوا، كل ما تلقاهم هنا تعرف انه في ضرب صح. تحية لنسور الجو، تحية لنسور الجو، أبدعوا من أمس لليلة، إبداع ويمتع ويشبع، ده اسمه البل الحلال، ده اسمه البل الحلال، ده البل الحلال ذاته، ده البل الحلال نزلت فيه كلمة بل، لما كلمة بل نزلت نزلت في البل زي ده، تتوجعوا وتتألموا ويدوكم وجع صناعي تلدوا بطبيعي، والله يبلنكم بلنكم، تكورك وتطير السماء تنزل الواطه بالينكم بالينكم، نمشي لسنار في شغل وبشرناكم بشغل حيكون فيه في محور عملوا فيه ضبط المصنع، في عملوا فيه تجديد، عملوا فيه حاجات كثيره، اترتب اترتب وباذن الله تعالى بنشوف الساعات القادمه البرنامج شنو، لكن ابشرك في شغل وفي فرح وفي انتصارات وفي طلع الشوارع وفي زغاريت وفي 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 ألم وفي ألم كثير وفي وجع، أقسم بالله في وجع وفي ألم جايون، والله في بك جايون وفي جعير جايون، ما هيطلع ود المهدي طلع هناي صديق قال لك الآن احنا حنفكر نعمل مائدة مستديرة، مستديرة قدر شنو؟ مستديرة كيف يعني؟ قدر بتاعت ربيع ولا قدر حق جعفر مستديرة؟ ما المستديرة شنو؟ احنا دايرين نعرف المستديرة، احنا نسينا المصطلحات بتاعت مستديرة احنا نسيناها، ما هي ده مستديرة قدر شنو يعني؟ بتشيل منو المستديرة دي؟ اسمح كلامي وخدته في اي محل، شفت ان قام ابوك من المغادر لا مستديرة لا مربع لا مثلثة، تاني بتاكل معانا عيش، واحنا نشوف المبارك اردول ومبارك الفاضل ديل اللي تمنيناهم انه ما يكونوا داعمين معانا الجيش، والحمد لله ربنا استدعى، ديل اكثر ناس ما عندهم حاجه يقدموها للوطن غير دارين ينهبوا. والان بقت واضحه ساكين كده ودارين يكونوا معاكم في المائده المستديره، حلال عليكم. خلوني يتدوروا معاكم. برا مائده مستديره، برا مائده مربعه، وقسما بالله لو جبتوا الكيزان ذاتهم وجبتوا حسن الترابي وركحتوا ليه؟ احنا ما دارينكم. لو جبتوا علي كرتي امين عام ليكم لقحت وقسما بالله ما دارينكم، كلام منتهي، احنا كرهناكم وقفلنا بابكم، حاجه بتدخلكم لنا ده اسمه يوم القيامه، لانه ما في سوداني تاني بيرضى، الناس دفعت ثمن غالي، بمعنى غالي غالي غالي، لا مائده مستديره ولا تحالف ولا عندنا، احنا ما شغالين بحكومه وسياسه لا لا، احنا والله همنا كله الان حقنا، الناس اللي هجرونا وقتلونا والناس اللي جابوا لنا المرتزقه والناس اللي شمتوا فينا، بس احنا دارين ناخذ حقنا التار التار التار، اصله ولا سالين في حكومه ولا، لانه العسكر احنا مفوضين العسكر، ما في فوضنا لنا مستديره ولا فوضنا لنا مربعه ولا فوضنا لنا صعاليق رمم قناي ولا فوضنا لنا عطاله كلاب بتاعين دويله الشر، همش العبوا بعيد، لا بيجيبكم تاني ولا في راجل في السودان ده بيجيبكم، اسمعوا الكلام ده، والله ما في زول هنا في السودان ده راجل وداقين له في شهادته بتاعت الميلاد راجل بيقدر يدخل له صعلوك زيكم جوا، لانه هو ذاته والله نعلقه في حبل المشنقه، الكلام الشعبي ما دفع له حاجه بسيطه، الشعبي دفع ثمن غالي 60 سنه، قول 70 سنه، قول 80 سنه، 80 سنه دي احتمال الشعب يكون دفعه اكثر من 80 سنه، دفع كل حاجة شعبي عشان يرجع الشعب السوداني ده إلا 30 40 سنة اللي قدام،
الاطفال عشان يرجعوا اطفال سويين كذا طفل داير ليه مرحله، داير ليه حاجه قصه. البيوت دي ترجع 5 شهور 6 شهور، هذه ام درمام رجعت والمراوح رجعت والمكيفات رجعت، لكن الانسان جوانا باركوه ولا فيه سياسه ولا فيه امم متحده نقعد ولا فيه، ده حقنا حقنا بناخده. لو ما شفناكم في الشوارع دنيا زايله، نحن ذات قلوبنا ما بتبرد، احنا ذات قلوبنا ما بتبرد، لانه ده اللي ما سنوات عشان تجيب تعالج الاطفال ديل وتعالج الاسر ديل، الاسر اللي كانت شايفه المناظر دي، الاسر اللي عايشه المناظر دي، في اسر ما كفلت لها ما عندها قروش عشان تطلع، عانت معاناه. قسما بالله انا شفت صوره بتاعت واحد في منطقه، زول ده عمره 28 سنه بس داري ورينا انه هو بقى كيف في ال 28 سنه دي، من الان بدت والان هو كيف. اقسم بالله انا لو شفت صوره حطيته 62 63 64 سنة مع والله. قال لي دي الهواية اللي شفناها، قال لي بنشوف الزول لو قال لي تعالوا ما اسمع بده طلقة قدامك. نازل اي حاجة عملوها، الما عمل شنو؟ الما سوى شنو؟ الشعب السوداني ده داير بعد كم عشان يبقى شعب سوداني؟ عشان يبقى الشعب السوداني داير كم سنة؟ نجي ساي كده عشان نجي مبارك المهدي ومبارك اردول والصديق المهدي وصديق هناي والصيره، ويجي يقول لك احنا دارين نحكم. تحكموا وين؟ تحكموا يا دوله؟ نحن انتم تحكمونا ثاني. والله العظيم لو قاموا ابهاتكم من مغابرهم ما تحكمونا ثاني، ولا بنجامل ولا عندنا حاجه لزول. الناس دي دفعت ثمن غالي، دفعت ثمن غالي غالي غالي، عمر 14 15 سنه شيب، بنات صغار شيبا، الناس دي دفعت ثمن. بلد دي تاني ما عندكم فيها حاجه، بلد دي تاني الا تحضروها في التلفزيون، بلد دي شفرت خلاص، تاني عميل ما في خلاص، قصه انتهت، خلصت الحدوته، تاني منو اللي بيجامل؟ ما في مجامله، كلامنا واضح ورسالتنا واضحه. نمشي لحاجه اخيره، احنا قبل ما يجي الوزير سالنا منه وزير الخارجيه، سيرتك الذاتيه عطره وكلامك كل الناس يتكلموا عنك خير وكل الناس قالوا عنك كله خير، عشان كده نحن استبشرنا بك خير وقلنا يا سلام الرجل المناسب في المكان المناسب. الكلام ده كلنا قلناه، سمعنا اللقاء الاول حقك في الزرقاء كان كويس، بعديه 48 ساعه طلعت في قناه الجزير، يعني انت حتيجي تتكلم كده ور 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 خلاص الشغله بقت في كل من وزير الخارجيه ده يا هو الرجل الثاني بعد الرئيس في اي حكومه، وزير الخارجيه الرجل الثاني. الدوله شنو؟ ما رئيس دوله ووزير خارجيه. وزير الخارجية لما يبقى شايل بدلته وكرفتته وجاري يتكلم في أي مكان، الناس ذاتها الناس بينتظروا وزير الخارجية ده يطلع في الحاجات المهمة، لكن كل من مذيع بتاع غنى خدتك إذا قال كده يا أخي وزير الخارجية دي بيستأذنوا من الرئاسة وبيستأذنوا واللي غايبوا للمذيع الفلاني ويكون مذيع مختلف. إحنا دارين الناس دفعت الضباط والجنود ديل اللي بيستشهدوا ديل والشعب التعبان ده دفع ليه؟ عشان الكرامة والعزة. اللغات الكثيرة بدون معنى دي ما عندها فائدة لأنها بتطلع كلام خارم بارم. أول حاجة بنقول لكم بالفم المليان، القحاطي ده قحاطي وسخ، وتقول لنا نحن نسمعك تقول القحاطة حرامية والقحاطة جوز، ما قلت القحاطي كده بنبلك والله لو منفوخ تيوة نبلك، وقسما بالله لو بتجي تبقى لنا السودان جنة ما تدل لنا القحاطي، قسما بالله نبلك. ما انت ما جاي من هناك عشان تتحكم فينا وانا ما كده، لا 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 معلش، القحاطي ده مجرم والقحاطي ده خاين والقحاطي ده عميل، وتقوله واحنا نسمعه وما تقوله، كل يوم بنقلك وبنقول ما دايرينك عادل ولا بتلف ولا بندور، ما تساوي لينا كيزان ديل من ان رجال ارجل منك انت ذاتك كوزير خارجيه، وهم قاعدين في الميدان بيكاتلوا. انت جيت من برا الان جاي من وين؟ جاي من المعركه؟ جاي تندي هداك تنز جاي من وين؟ جاي من كنت قاعد في شقه وكده قاعدين في الميدان. كيف تساوي؟ ما تساوي بين الكيزان والساوي ما بنرضى نحن، ما بنرضى ريو لانه ده في الميدان بيكاتلوا.
تقول القحاطي قحاطي والرمة رمة والخنيتة خنيتة، يعني دار تمسك العصا من النص معاكم معاكم عليكم عليكم ليه؟ احنا ما جايبينك وزير عشان تعلمنا نتعامل، احنا متعلمين تعاملنا، احنا دارين سياسات بتاع الدولة، عارفين العدو بتاع الدولة من القحاطة. الآن ما دارين نتكلم سياسة ولا عندنا علاقة بالسياسة ولا عندنا، عندنا معركة في الميدان الناس ينتصر، احنا دارين انك تقنع الناس ديل انه في تمرد في السودان. مفروض دي الرسالة بتاعتك انت الاولى، انك الدول دي ما يساووا يقولوا جنرالين ولا يساووا بين الجيش ويساووا بين الدعم السريع، واي دولة مفروض تستخدم كده مفروض طوال انت توجه العلاقات، مفروض ده الحاصل. لكن جاي تخش علينا انا ما يقولوا كده، لا بنقوله طوالي، واحنا الشعبين وما نقوله بنشكل راي عام وبندوسك بندوسك، والله ندوسك لو جابك البرهان ذاته ندوسه، كلامنا واضح. ما تمسك لنا العصايه من النص، وانا 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 ما داري منك سياسه. لا تخاطب ناس ثانيين، انت لما تيجي تخاطب المجتمع الدولي بتخاطبه من حتاتك وبرسائلك، لكن انت طلعت في برنامج جماهيري معناته بتخاطب الشعب السوداني، معناته بتوصل صوتك للشعب السوداني انك انت معاه وانه العدو حقنا قحاطي. احنا دي دارين نسمع منك يا لمعي، دارين نسمع منك. غير الكلام ده الشعب الان بنسبه الناس اللي كانوا مؤيدين الناس كلها هبطت، ودارين يسمعوك تاني وثالث عشان اقيموك كويس. اي ودي الحقيقه. الله يديكم العافيه ويدي البلد العافيه، وباذن الله تعالى الافراح جايه، وباذن الله تعالى الافراح جايه. طبعا في 7 عربات سلموا في سنجا من الناس الجنجويد التعبانين الما لاقين اكل، طبعا الناس هناك ما لاقي اكل في سنجا، الجنجويد هناك ما لاقين اكل ولا سلموا، استلمون رسمي شعبي بكامل عتادهم بكامل سلاحهم استلموهم، الباقي جوا حبه. باذن الله تعالى الساعات الجايه باذن الله تعالى نشوف الخبر اليقين، القصه انتهت والقصه خلصت، وما في جنجويدي بيقعد الافعال اللسه بتاعت الجنجويد بتاكد ليك انه الجنجويد انتهى، انه الجنجويد انتهى خلاص. وباذن الله تعالى الناس تفرح وتنبسط والوطن يرجع وزي ما دايرين احنا. الله يديكم العافيه ويدي الوطن العافيه، وباذن الله منتصرين، شاء من شاء وابى من ابى، وبكيفنا ما بكيف اي رمه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شباب نهاركم سعيد، كيفكم؟ ان شاء الله كلكم بخير. لايك ومشاركه في قناه 24 ونصر للقوات المسلحه في كل مكان. موقف العمليات، بشريات الجيش، بشريات الجيش من منطقة حلفاية، أمس كانت فيها تقدمات كبيرة في محور حلفاية واستلام بعض المواقع استراتيجية في منطقة حلفاية، وحلفاية طبعا في يد الجيش واستلام بالكامل منطقة حلفاية وإنصار قريب إن شاء الله. وأيضا القوات المسلحة تحرك في محور شنبات واستلام بعض العمارات، طبعا عمارة البشير، وفي منطقة دردوق أيضا استلام بعض المواقع، وفي منطقة سماراب وكافوري وانتصار قريب إن شاء الله. قوات المسلحة في الأيام دي فيها تقدمات وبشريات طبعا في محور بحري، وتقدمات كبيرة جدا جدا على مستوى بحري وانتصار قريب إن شاء الله. أيضا في محور جزيرة برضو فيها تقدمات كبيرة جدا جدا في منطقة الأصبع، وتقدم قوات المسلحة في جميع محاور الشرقية وانتصار قريب إن شاء الله. أهداف كانت في جزيرة طبعا أمس كانت 7 أهداف واستلام بعد جنجويد طبعا في محور جزيرة. سنجا غابة قوسين وأدنى، سنجا قريب إن شاء الله هيتم استلام في يد قوات المسلحة وانصار قريب إن شاء الله. جنوب الخرطوم أيضا فيها تقدمات كبيرة جدا جدا عن محور جنوب الخرطوم، بالذات حي الأزهري ومدينة الريادية والصحافة والجبرة، فيها تقدمات كبيرة جدا في جنوب الخرطوم، بالذات طبعا في مدينة الريادة أمس كانت يعني أهداف كانت 5-4 في جنوب الخرطوم. وسط الخرطوم فيها عمليات خاصة في السينية غندول، أمس كانت أهداف 3 عربات تم رصد في السينية الغندول. في استراتيجية برضو فيها تقدمات كبيرة جدا في حول استراتيجية أمدرمان، حصيلة العربات كانت أمس يعني 6 عربة واستلام بعد المواقع في داخل أمدرمان وانصار قريب إن شاء الله. تحياتنا شباب، شكرا لكم اللي قدام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.